الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأخيار الأبرار الأطهار، صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ذكرنا فيما سلف من الليالي والساعات الماضية على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام المهدي، الإمام الحجة روحي فداه، كان له من العمر 5 سنوات، يعني سنة 260 من الهجرة النبوية، واستشهد أبوه الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فلما قام بتجهيز والده كما ذكرناه في الحلقات الماضية بشكل مفصل، لما قام بتجهيز والده الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وصلى على أبيه وواراه في نفس المكان، هذا بيت الإمام الهادي، فأصبح بيت الإمام العسكري عليه السلام، والآن بيت الإمام الحجة روحي فداه. تآمرت عليه الحكومة العباسية آنذاك أن يقتلوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أن يأخذون الإمام، يحجزون الإمام، يسجنون الإمام، ومن بعد فترة أو في لحظتها راح يقتلون الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فأخبر عنه ودلهم على مكانه عمه جعفر، جعفر ابن الإمام الهادي، ذكرنا بالحلقة الماضية مفصلا، جعفر ابن الإمام الهادي أخو الإمام العسكري عليه السلام، عم الإمام الحجة سلام الله عليه. أخبرهم بمكانه، أجوا الجنود، أجت الحكومة العباسية ودخلوا على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام دخل في سرداب، هذا السرداب كان محل عبادة الإمام الهادي عليه السلام، محل عبادة الإمام الهادي، يعني بناه الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه للعبادة، فأصبح للعبادة عند الإمام العسكري عليه السلام. فالإمام الحجة روحي فداه دخل إلى هذا السرداب، فتبعوه الأعداء بنو العباس. لما تبعوه الإمام غاب عن الأبصار، غاب عن الأنظار كما ذكرنا في الليلة الماضية. ولكن السؤال هنا، طبعا أنا خل أشير إلى هذا المعنى، على أن غيبة الإمام، هسه الآن نحن نقول على أن غيبة الإمام على ضوء هذا الكلام أن الإمام سنة 260 غاب، سنة 260 هو ولادته صلوات الله عليه سنة 255، وغيبته سنة 260، يعني عند الغيبة الصغرى الإمام الحجة سلام الله عليه له من العمر شقد 5 سنوات. هذا هو المعروف، هذا هو المشهور. لكن بعض العلماء يقول غير ذلك، يقول لا، إنما غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم تبدأ منذ مقتل أبيه وشهادة أبيه الإمام العسكري عليه السلام، أو دخل إلى السرداب وغاب، إنما الإمام كان غائب منذ بداية حياته، لأن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أخفاه عن الأنظار، أخفاه عن الأخبار، ما كان أحد يعلم إلا القلائل اللي إحنا راح نتطرق لهم الآن، نبذة من الناس الذين تشرفوا برؤية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في حياة أبيه الإمام العسكري، وفي الغيبة الصغرى أيضا ناس تشرفوا برؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، راح نذكرها. فالبعض يقول على أن بدأ غيبة الإمام منذ حياته، منذ ولادته الإمام كان غائب، يعني كان الإمام العسكري ما كان يظهره إلى الناس، والناس ما كان، يعني عامة الناس ما كانوا يعرفون على أن الإمام العسكري عنده ولد. لكن بعض العلماء يقولوا، وهو الرأي العام الأكثر، أن الإمام بالشخص غاب عن الأنظار والأبصار سنة 260، يعني عمره الشريف 5 سنوات. هسه السؤال هنا على أن الإمام غائب، الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه غائب بالشخص أو بالشخصية، يعني خفاء العنوان. في بعض الأوقات خفاء العنوان على رأي بعض العلماء يقول على أن الإمام نعم نراه ويرانا، على رأي، على هذا الرأي أن الإمام يرانا ويرانا ونراه، يرانا هو في كل الأحوال يرانا زين، لكن نحن نراه، نرى الإمام يمشي، الإمام يصلي معنا، يمكن احنا نصلي في مكان هو يصلي ويانا، نحن نزور الإمام الحسين عليه السلام، هو يزور الإمام الحسين عليه السلام، لما تذهب الناس إلى الحج يذهب معهم إلى الحج، مولانا. فالإمام يروه ولكن لا يعرفوه، هذا خفاء العنوان، يعني خفاء الشخصية، ما يعرفون على أن الإمام يمكن يتعدى عليك، يسلم عليه وما تعرف هذا هو إمام زمانك، يمكن هو يسلم عليك، يصلي يمك، يزور يمك، يحج يمك، ولكنك لا تعرفه، لا تعرفه. وكثير من المواقف سينقلون على أنه واحد يقول سيدي أنا حبيت اللقاء معك، يقول لك نعم أنت رأيتني ولكنك لم تعرفني. فعلى هذا الرأي أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه غايب بالشخصية، غايب بالعنوان، بعدم المعرفة، يعني ما يعرفونه، يعني اللي يشوفه يشوفه بالعين، يشوفه جسد، ولكن لا يعرفه، لا يعرف هذا هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا رأي. الرأي الثاني قال لا، الإمام غائب بالشخص، بالجسد غائب، يعني لا يرى، يعني إذا مر الآن الإمام صلوات الله وسلامه عليه من بين أعيننا قدام عيوننا ما راح نشوفه، الإمام مخفي جسدا، جسد الإمام، بدن الإمام ما ينشاف، ما يبين. ولهذا احنا عندنا الآن بعض المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى من شيء محسوس ولكنها غائبة بقدرة الله تعالى. الآن نحن نقول على أن الجن موجود، وثابت في القرآن الكريم وجود الجن، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تبين على أن الجن له حقيقة، الجن موجود. أو في آية أخرى وخلق الجان من مارج من نار، إذن الجن موجود، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا إبليس، إلا إبليس كان من الجن، فيتبين لنا على أن الجن له وجود. لكن ليش الآن إذا جن مر مني جن، هسه عندنا جن صالح وجن غير صالح، إذا جن مر مني أنا لا أراه، يمكن هو يشوفني بس أنا ما أشوفه، هذا الجن أنا لا أراه، مع أن الجن مخلوق من النار، والنار شيء محسوس أو غير محسوس؟ شيء محسوس، النار شيء محسوس، يعني الآن إذا أنا أشعل نار الآن أنت تشوف النار بعينك، ترى لهيب النار، تشوف لعب النار، النار موجودة، محسوسة، تراها بالعين. إذا كان الجن من النار والنار محسوس، فلماذا الجن لا نراه وهو من النار؟ شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المخلوق مخفيا على البشر، أن لا نراه، يمر مني ما أشوفه، يمر منك ما أشوف الجن. أو مثلا الملائكة، الملائكة لها حقيقة أو لا؟ نعم لها حقيقة، الملائكة ذكرت في القرآن الكريم، الملائكة ذكرت في الروايات، والملائكة على أصح الآراء أنها مخلوقة من النور. أخويا هسه البعض يقول أنها من الهواء، لكن المشهور أنها من النور. هسه سواء كان النور أو كان الهواء محسوس، الهواء محسوس، تحسه كذلك، الآن النور هم محسوس، هذا النور محسوس. إذا كان النور محسوس والملائكة من النور، فلماذا لا نرى الملائكة؟ ليش ما نشوف الملائكة؟ محسوسة هي، كما أن الجن من النار والنار محسوس، الملائكة من النور والنور أيضا محسوس، فلماذا لا نرى الملائكة؟ لأن الملائكة بإذن الله وبقدرة الله وبحكمة الله وشاء الله أن تكون مخفية لا ترى. يعني الآن الملائكة أنا ما أشوفها، تسلم على الأئمة الأطهار، السلام عليك، السلم على الإمام الرضا عليه السلام، السلم على الإمام الحسين عليه السلام، لما تذهب إلى الزيارة السلام عليك وعلى الملائكة الحافين حول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك. يتبين لنا على أن الملائكة موجودة في المقامات الطاهرة الشريفة، موجودة في المساجد، موجودة في الأماكن الطاهرة. عندنا ملائكة الحساب، عندنا عتيد ورقيب، هذول يسجلون الزين والشين. هسه البعض يقول على أنها على الأكتاف هذه الملائكة. هسه على الرأي هذا إن كانت على الأكتاف فلماذا لا نراها الآن؟ ليش ما نشوفها؟ شاء الله أن تكون مخفية، إذن بإذن الله وبقدرته الأرواح مخفية، الروح هو موجودة، الروح موجودة. هذا الجسد يتشكل من بدن جسد وروح أخوي، لكن إذا مات ابن آدم، إذا مات الإنسان جسده باقي، روحه شنو؟ البدن باقي، الروح تخرج. إذن نحن نرى الجسد هذا، الجنازة من يجيبونها هذه الجنازة بدن، جسد مو جسم، لأن السلام على أجسامكم وعلى أجسادكم. شنو الفرق بين الجسم والجسد؟ الجسم هو البدن مع الروح. الآن أنا المتكلم معكم خادمكم، أنا جسم لأن عندي بدن وعندي روح، لكن إذا واحد مات خرجت روحه، يبقى بدن بلا روح، الروح على جنب والبدن على جنب. هذا البدن شو يقولوا له؟ يقولوا له جسد. واضح حبيبي؟ فإذا جابوا جسد، هذا نحن نرى الجسد، الروح موجودة ولكن لا نراها. شاءت قدرة الله ألا ترى الأرواح، ألا يرى الجن، ألا ترى الملائكة. فكما أنه بإذن الله هذه بأنها محسوسة، الجن محسوس، نار، النور محسوس، الملائكة، ولكن لا نراها. عندنا بعض البشر أيضا بإذن الله وبقدرة الله، وهو القادر على كل شيء بإذن الله وقدرته، أن يكون مخفيا عن الأنظار، مخفيا عن الأبصار، بشر يغيب لا نراه، وهذه ممكنة بإذن الله وقدرته، ممكنة حتى في القرآن الكريم. القرآن الكريم يضرب لنا أمثلة من ناس وناس، جسد وجسم، لحم ودم وعظم غايب. يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أرادوا قتل النبي في مكة المكرمة، فخلوا 40 من المرتزقة، 40 واحد من المرتزقة من مختلف القبائل، مختلف العشائر، جابوهم الكل يدخلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يغمدوا سيوفهم في صدر رسول الله، في جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخلاص بنو هاشم يصبح الصباح يشوفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميت، مقتول، فرد يطالبون بدمه، يقاتلون عشيرة عشيرتين، قبيلة قبيلتين، 3 4 10، زين ايش قد يقاتلون. فراح يتنازلون إلى الدية، الدية على قولتنا الفصل الماشي، الدية، ياخذون دية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخلص يختمون على ملف رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا برأيهم. فأجوا 40 واحد وقفوا عند الباب، نزل الأمين جبرائيل أخبر النبي صلى الله عليه وآله بمؤامرة القوم وبمكان القوم. الله أمر النبي أن يجعل علي بن أبي طالب بمكانه، لأنه الشجاع الأشم، البطل الأشم، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي لا يرتجف قلبه أبدا. فلهذا أسكن وترك علي بن أبي طالب بمكانه مضمون الكلام هذا، مربط الكلام هذا. فلما أراد الخروج رسول الله، هذول واقفين بالباب، الأعداء القوم 40 رجل بالباب واقفين، فأخذ قبضة من التراب نثرها، نشرها في وجوههم وهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، سورة ياسين آية 9. فكان يبصر بعضهم لبعض ويرى بعضهم البعض، هذا يشوف هذا وهذا يشوف هذا، يشوفون البيوت، يشوفون السماء، يشوفون الأرض، يشوفون الجدران، يشوفون كل شيء، ولكن لا يرون رسول الله، ما كانوا يشوفون النبي. فالنبي مر من بين أعينهم، قدام عيونهم مر النبي ولم يروه، ما شافوا النبي. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا إلى المدينة المنورة، دخلوا كشفوا الفراش وإذا به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا الجسد غاب عن الأبصار ولو للحظات، ولو هذه غيبة مؤقتة مختصرة، ولكن غاب. يعني هذا الأمر ممكن أو غير ممكن؟ محال. نقول نعم، بإذن الله وبقدرة الله تعالى وبحكمة الله، وإذا شاء الله، وهو القادر على كل شيء وحيث يشاء. مولاي، إذن الجسد يغيب عن الأبصار. كذلك الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذه آية. الآية الثانية في سورة الإسراء 45، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا يقرأ القرآن أو إذا عبد الله سبحانه وتعالى، إذا صلى مثلا، القوم المشركون يزعجون رسول الله، يضيقوا عليه، يجيبون أجلكم الله مغنيات راقصات، يضيقون على النبي، فكان هذا الأمر يزعج النبي صلى الله عليه وآله، يزعج النبي. نزلت الآية الكريمة، قال له يا رسول الله أنت لا تنزعج، لا تتأذى أبدا، أنا وإذا قرأت القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، شوف الآية، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، بينك وبين ذكولي، بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، سورة الإسراء 45. فكانوا يجون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن، هم يجون القوم المشركون، أسماءهم البعض معروفة، يجون أن النبي يقرأ القرآن، لا يسمعون صوته ولا يرونه، لا يسمعون صوته ولا يشوفوه، يعني الله سبحانه وتعالى أخفى جسد النبي وأخفى صوته، حتى صوته، يعني مو بس ما يشوفوه، لا يرونه ولا يسمعون صوته. أخويا يظلون يباعون يمنى ويسرى، يشوفون ما يشوفون شيء، لا يسمعون شيء ولا يشوفون شيء. والجميل هنا أن الآية تقول جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أنت شاطر ذكي. حجابا مستورا يعني شنو؟ يعني في بعض الأوقات أنا في هذه الأستوديو، في هذا المكان مولانا، اللي خلف برا الاستوديو أنا ما أشوفه ولا هو يشوفني، لا أنا أشوفه ولا هو يشوفني، يعني بين هذا الحائط مثلا، بيني أو بين ذاك الخارجي البرة الخارج، هذا أكو ستار، هو ما يشوفني وأنا هم ما أشوفه، لكن الستار واضح مبين، أنا أشوف الحائط هو هم يشوف الحائط، واضح مولاي. ولكن الله سبحانه وتعالى مو أخفى رسوله خلف ستار بين، إنما الله أخفى رسوله وأخفى الستار الذي ستر النبي كذلك. شوف، لا رسول الله يبين ولا صوته ينسمع، وحتى الستار أيضا ستره الله، حجبه الله. شوفوا الآية، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا شنو؟ مستورة، يعني مو ستر النبي بس، حتى الحجاب هم ستره. هذه إشارة، أكو إشارة بالآيتين، سورة ياسين 9 والإسراء 45، وهي كلمة جعلنا. جعلنا وجعلنا يعني الله، يعني قدرة إلهية، يعني بإذن الله، يعني بمشيئة الله. وجعلنا من بين أيديهم سدا، جعلنا يعني الله. الآية الكريمة الثانية، سورة الإسراء، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا. جعلنا، إذن الجعل جعل إلهي، إذن إلهي، هذه بقدرة الله تعالى. فكما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جسد ويغيب عن الأبصار، غاب عن الأبصار، لا يرونه ولا يسمعونه، فكذلك الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إذا غاب عن الأبصار، على هذا الرأي الثاني، الرأي الآخر، أن الإمام غائب بالشخص بالجسد، فلا عجب ولا غرابة في ذلك. مو البعض يستشكل، شلون تقولون جسد ويغيب عن الأبصار؟ نعم يغيب عن الأبصار، هذا موجودة في القرآن الكريم، وحتى في سورة، أنا طال الكلام في هذا المجال، أنا أحب يعني أمشي بالمحاضرة أكثر، ولكن للتأكيد، حتى في سورة المسد، تبت يد أبي لهب وتب، لما نزلت هذه السورة، أم جميل زوجة أبي لهب، أم جميل، هاي أم جميل لما سمعت السورة ذمتها، سورة المسد، سورة أبي لهب، فخذت حجارة، أرادت أن ترمي النبي صلى الله عليه وآله. النبي كان واقف عند أحد أصحابه، فقال له يا رسول الله هذه أم جميل جاية وبيدها حجر، قال له لا تخف إنها لا تراني. هذا في شأن نزول، في سبب نزول هذه الآيات موجودة، إنها لا تراني. فجاءت أم جميل ترى هذا الرجل الصحابي ولا ترى رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله عند هذا الصحابي واقفين، هسه الصحابي الرجل يرى النبي والنبي يراهما، بس هي ترى الرجل ولا ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقالت له أين صاحبك؟ قال حيث يشاء الله، المكان اللي الله يريده. بالفعل هو الله هنا، الله يعلم. الشاهد مولاي أن النبي غاب، قالت له أخبره إذا رأيته والله لأرمينه بحجري وإني لشاعر لأهجونه بشعري. راحت ما شافت النبي صلى الله عليه وآله. فإذا عدنا أجساد بإذن الله وجعلنا بإذن الله تستطيع أن تغيب، فلا غرابة ولا عجب إذا غاب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهو حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة إلى أصل الغيبة ومعنى الغيبة. نأتي إلى الغيبة وأنواع الغيبة. الإمام له غيبتان، غيبة صغرى وغيبة كبرى. الغيبة الصغرى من بداية أمره لما دخل إلى السرداب على هذا الرأي، أو منذ ولادته على الرأي الآخر. الغيبة الصغرى الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يرتبط مع الناس مع سفراء، بسفراء، بنائب خاص. الإمام كان في كل زمن فترة من الزمن عنده سفير خاص، عنده نائب خاص، هو الذي يعينه صلوات الله عليه، يعين هذا السفير. هذا السفير أو هذا النائب الخاص عنده وكلاء في أرجاء الأمة الإسلامية، لأن الوكيل ما يقدر يذهب إلى كل مكان ولا الناس الكل تقصده. عنده وكلاء، الناس تراجع هؤلاء الوكلاء الثقات العلماء. هؤلاء مو ناس عاديين إخوتي، هؤلاء كلهم فقهاء، كلهم مجتهدون، كلهم علماء، مجتهد عالم فقيه. وكلاء النائب هؤلاء الوكلاء يجيبون أسئلة الناس، حتى المشاكل الشخصية اللي عند الناس تطرح، الحقوق الشرعية، الأسئلة الأسئلة العامة تطرح إلى الوكيل. الوكيل كان يوصلها لمن؟ إلى النائب. النائب يكاتب الإمام صلوات الله وسلامه عليه يكاتب الإمام، ويأتي الجواب من الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى النائب، والنائب يأخذه ويرسله إلى الوكيل، والوكيل يعطيه إلى الناس. مولاي، فهذه الفترة النائب الأول والنائب الثاني والنائب الثالث والنائب الرابع، 4 نواب خواص، النواب الأربعة، نائب خاص، أول ثاني ثالث رابع. هؤلاء الفترة الزمنية اللي عاشوا بها 69 سنة ونيف من الأشهر، يعني قريب 70 سنة. كل واحد منهم في أواخر عمره يكاتبه الإمام صلوات الله عليه أنه بينك وبين الموت كذا أيام، 6 أيام، كذا أيام، مثلا 7 أيام، 10 أيام، واجعل فلان ابن فلان بدلا عنك، النائب الثاني، النائب الثالث، النائب الرابع. واضح حبيبي؟ في النيابة الرابعة، النائب الرابع السمري، الإمام الحجة سلام الله عليه أنهى مولانا النيابة الخاصة. انتبه لي بس لكلامي، أنهى النيابة الخاصة وبدأت النيابة العامة. هذه إتمام النيابة الخاصة ال4 تسمى غيبة صغرى، تسمى غيبة صغرى. يعني فترة الغيبة الصغرى 69 سنة وأشهر، يعني قريب 70 سنة. طبعا هؤلاء النواب النائب الخاص يعني عنده مؤهلات وعنده صفات مطلوبة عند الله وعند الإمام المعصوم، يعني عند الأمانة، الأمانة بجميع معنى الكلمة، أمين، كذلك التقوى، الورع، كتمان الأمر، كتمان الأمور التي لا ينبغي أن يفشيها، أكو أمور ما يصير يحشيها، عدم التصرف بالقضايا الخاصة بالرأي الشخصي ماله. والله أنا أبو، والله نائب الإمام سلام الله عليه الخاص، أنا أتصرف كيف ما أريد وأتكلم كيف، لا ما يصير. هؤلاء علماء، تنفيذ الأوامر والتعليمات الواصلة من الإمام بحذافيرها كما يأمرهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فهم مو ناس عاديين ترى، ناس فقهاء، علماء، أمينين، ورعين، أهل التقوى، أهل كتمان السر والأمور، عدم التصرف بالرأي الشخصي، تنفيذ الأوامر كما تأتي من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الأربعة، أول واحد من النواب الأربعة المعروفين عثمان بن سعيد. عثمان بن سعيد أبو عمرو، له عدة ألقاب، يقال له العمري ويقال له السمان. السمان لأن هذا عنده كان يتاجر بالسمن والزيت، طبعا هذه كانت ذريعة أنه الحكومة العباسية آنذاك لا يعرفون بأمره فيقتل، فكان يجيب أسئلة الناس تقية من باب التقية، أسئلة الناس، أموال الناس، الرسائل التي تصل إليه كان يخليها مولانا في جراب السمن، في أماكن الزيت يخليهن، يغطيهن بشيء ويخليهن خاطر لا يعرف ويكشف أمره، ولهذا عرف بالسمان. ويقال له الزيات، ويقال له عثمان بن سعيد العسكري أو الأسدي. هذا الرجل مولاي من خيرة أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري، له الشرف مولانا كان يخدم الإمام الهادي لما كان عمره 11 سنة، هذا عثمان بن سعيد 11 سنة عمره وخدم الإمام الهادي، عرف بالذكاء وبالعقل وبالرشد الفكري المبكر والمؤهلات التي كان يملكها من العدالة والوثاقة والأمانة، هاي الأمور كلها كانت عنده. كان يخدم الإمام الهادي عليه السلام، لما استشهد الإمام الهادي زاده الله شرفا فصار خادما عند الإمام العسكري أيضا صلوات الله وسلامه عليه، ومن بعد الإمام العسكري صار النائب الأول للإمام الحجة سلام الله عليه، صار النائب الأول عثمان بن سعيد العمري السمان الزيات الأسدي العسكري. مولاي الكريم، هذا الرجل لوثاقته ولتقواه ولعلمه ولعدالته أحمد بن إسحاق، هذا الرجل من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، يقول سألت الإمام الهادي عليه السلام قلت له سيدي من أعامل، عمن آخذ، قول من أقبل آخذ كلام من؟ فقال الإمام الهادي عليه السلام، قال العمري ثقتي، عثمان بن سعيد العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع. هذا أحمد بن إسحاق مو إنسان عادي، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون، في كتاب أصول الكافي للشيخ الكليني مجلد الأول صفحة 330 ينقل الرواية الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. وأصبح من خدمة الإمام العسكري عليه السلام فيما بعد، وبعدين صار النائب الأول للإمام الحجة روحي فداه صلوات الله وسلامه عليه. هذا النائب الأول، طبعا أنا أكو روايات كثيرة زين، هسه هذه الرواية أشوفها من الضرورة أنه أذكرها، الرواية جماعة من الشيعة منهم علي بن بلال، أحمد بن هلال، الحسن بن أيوب وغيرهم، أكو رواية طويلة هي جدا، يقول اجتمعنا عند الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه نسأله عن الحجة بعده، من هو الإمام بعد الإمام العسكري؟ اجينا هذول مجموعة من الشيعة يسألون الإمام العسكري من الإمام، من طبوا على الإمام العسكري عليه السلام، شافوا في مجلسه 40 رجلا، في مجلس الإمام 40 رجلا. قام عثمان بن سعيد العمري، كان قاعد عثمان بن سعيد العمري اللي هو كان خادم هنا عند الإمام العسكري عليه السلام، فقال يا ابن رسول الله أريد أن أسألك عن أمر أنت أعلم به مني، أسألك عن أمر. الإمام العسكري قال له أخبركم بما جئتم، أخبركم أنتم الأربعون هذول الشيعة الجايين الله يحفظهم، أخبركم بما جئتم، قالوا نعم يا ابن رسول الله، قال جئتم تسألوني عن الحجة من بعدي، شوفون من هو الحجة الإمام الوصي من بعدي من هو، قالوا له نعم يا ابن رسول الله، قال فإذا غلام، الرواية طويلة جدا، فإذا غلام أقبل إليهم، دخل عليهم غلام، فإذا غلام كأنه قطعة قمر، قطعة قمر أشبه الناس بأبي محمد الحسن الخالص العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فقال الإمام العسكري عليه السلام: هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم، أطيعوه، فعل أمر، طاعته واجبة، أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم، ألا وإنكم لا ترونه بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر، يعني عمر راح ما راح تشوفونه بعد. فأقبلوا من عثمان ما يقول، فاقبلوا من عثمان ما يقوله، يا عثمان يعني عثمان بن سعيد العمري، فاقبلوا من عثمان ما يقوله وانتهوا إلى أمره واقبلوا قوله. يعني أمرهم الإمام العسكري باتباع عثمان بن سعيد العمري اللي كان هنا خادم للإمام العسكري من أصحاب الإمام العسكري، ثم أصبح النائب الأول للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا النائب الأول. النائب الثاني للإمام صلوات الله وسلامه عليه، شوف هذا الشرف اللي ما منه شرف، ابن عثمان بن سعيد العمري، ابنه محمد بن عثمان بن سعيد العمري. هذا محمد يقال له أبو جعفر، أيضا يقال له العمري، العسكري، الزيات، حسب الظاهر على مهنة أبيه، كان يتاجر بالزيت على نفس الرسل يعني. هذا محمد ابن عثمان العمري صار النائب الثاني للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وعندنا رواية في ثقته، رواية تقول على أن الإمام الحجة سلام الله عليه من جملة ما كتب الإمام إلى محمد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي، قال: والابن وقاه الله، الابن يعني ابن عثمان بن سعيد العمري، يعني محمد بن عثمان، والابن وقاه الله لم يزل ثقتنا في حياة الأب رضي الله عنه وأرضاه ونظر وجهه، يجري عندنا مجراه، مجرى الأب، يعني النائب الأول صار نائب ثاني، ويسد مسده، وعن أمرنا يأمر الابن وبه يعمل، تولاه الله. فانتهي إلى قوله. الإمام يأمر محمد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي، يقول له: فانتهي إلى أمري، إلى قول من؟ إلى قول محمد بن عثمان الأسد الزيات بن عثمان بن سعيد. هذا النائب الثاني. والجميل هنا على أن لما سئل عثمان أو محمد بن عثمان، هذا النائب الثاني، لما سئل: هل التقيت بالإمام صلوات الله وسلامه عليه أم مجرد رسائل كتاب بينك وبين الإمام؟ قال: بلى، رأيت الإمام وتشرفت بلقاء الإمام عند الكعبة في مكة المكرمة، عند الكعبة تشرفت برؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فكان له الشرف أن رأى الإمام والتقى بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. وأكو شيء جميل أنا أول مرة أذكره، لما توفي عثمان بن سعيد النائب الأول، الإمام الحجة كتب كتاب للنائب الثاني ابنه محمد بن عثمان، عازاه تعزية. شنو التعزية؟ إنا لله وإنا إليه راجعون تسليما لأمره، هذا قول الإمام الحجة، ورضاء بقضائه، عاش أبوك سعيدا ومات حميدا، فرحمه الله وألحقه بأوليائه ومواليه عليهم السلام، فلم يزل مجتهدا في أمرهم، ساعيا فيما يقربه إلى الله عز وجل وإليهم، نظر الله وجهه وأقاله عثرته. هاي الأدعية لعثمان بن سعيد في تعزية الإمام الحجة لمحمد بن عثمان بن سعيد. هذا مولاي الكريم النائب الثاني. النائب الثالث، الحسين بن روح النوبختي. هذا النوبختي اللقب ماله، الكنية مالته أبو القاسم. جميل، هذا الحسين بن روح النوبختي له يعني قضايا جدا جميلة. هذا الرجل كان عارفا، كان مؤمنا، كان تقيا، كان زاهدا، كان عالما فقيها. هذا الحسين ابن روح شخصية مشهورة مرموقة كانت، وعرفت بالذكاء والعقل والعلم عند أطياف الناس، المخالف والمؤالف، كل الناس كانت تحبه وتقدره. والجميل أنه كان وكيل، هذا حسين ابن روح النوبختي كان وكيل عند النائب الثاني كان وكيل عند محمد بن عثمان بن سعيد. محمد بن عثمان العمري هذا كان وكيل عنده، قلت له كان النواب النائب الخاص عنده وكلاء. الحسين بن روح النوبختي كان وكيلا عن النائب الثاني، فلما توفي عثمان أو محمد بن عثمان النائب الثاني الخاص، الإمام صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يتوفى كتب له كتاب أنه اجعل الحسين بن روح النوبختي، هذا أبو القاسم يعني، خليه نائبا ثالثا، وصار نائبا ثالثا. وكل الشيعة كانت تقدره. هو كتب النائب الثاني: إن حدث علي حدث الموت فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي فقد أمرت، يعني الإمام الحجة أمر الثاني النائب الثاني، فقد أمرت أن أجعله في موضعي بعدي، بقى فارجعوا إليه وعولوا في أموركم عليه، يعني ارجعوا إلى أبي القاسم. هذا أبو القاسم النوبختي الحسين بن روح النوبختي. الجميل أكو رجل اسمه جعفر بن أحمد، هذا كان مقرب إلى النائب الثاني جدا، كان قريب إليه مقرب إليه، بحيث لما أصابه مرض الموت محمد بن عثمان النائب الثاني، لما أصابه مرض الموت ما كان يأكل من طعام أحد إلا من بيت جعفر بن أحمد، صديقه هذا ومن العلماء العرفاء الأتقياء. الناس ظنت على أن النيابة الخاصة بعد الثاني راح يصير عنده جعفر بن أحمد، ولكن انصدمت الناس على أنه انتقلت النيابة من النائب الثاني بأمر الإمام سلام الله عليه إلى الحسين بن روح النوبختي. فهذا جعفر بن أحمد ما أخذه الحسد أو صار عنده شوية حساسية وحزازية، فكما كان يخدم خادما للنائب الثاني أصبح خادما للنائب الثالث الحسين بن روح النوبختي. هذا أيضا النائب الثالث. النائب الرابع وهو الأخير علي بن محمد السمري، اللي المعروف يقال له أبو الحسن. هذا علي بن محمد السمري كان عالما فقيها، نصبه الثالث النائب الثالث بأمر الإمام صلوات الله عليه. ومن كرامات هذا الرجل علي بن محمد السمري، من كراماته مولاي أنه أخبر بموت علي بن الحسين بن بابويه القمي، يصير والد الشيخ الصدوق. هذا علي بن الحسين بن بابويه القمي أبو والد الشيخ الصدوق، أخبر بساعة وفاته، سجلوا اليوم السنة واليوم والساعة. بعد 17 يوم أجوا وفد من أهالي ري وقوم، أجوا فأخبروا بسنة ويوم وساعة وفاة علي بن حسين بن بابويه القمي. لما طابقوا التاريخ نفس التاريخ نفس الساعة التي أخبر عنها علي بن محمد السمري، فهذا أيضا النائب الأخير. لكن قبل وفاته ورحيله بستة أيام الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه كتب الكتاب الأخير له. شنو هذا الكتاب؟ اسمع هذا الكتاب اللي هنا تتم الغيبة الصغرى. قال هذا كتاب الإمام سلام الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، يعني الإمام أخبره، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك. بعد ماكو وصية نائب خامس، بعد ماكو. فقد وقعت الغيبة التامة. هسه اكو في بعض النسخ الغيبة الثانية، التامة أو الثانية يعني الكبرى، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره. الظهور بيد الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد، يعني فترة طويلة، وقسوة القلوب، القلوب تصير قاسية، وامتلاء الأرض جورا. وبالفعل هاي بعد هاي الغيبة الكبرى وهاي القلوب القاسية الشرسة، لا يرحم الصغير الكبير ولا الكبير الصغير، المرأة لا ترحم الرجل والرجل لا يرحم المرأة، الضعيف لا يرحم القوي والقوي لا يرحم الضعيف، الكل لا يرحم بعضنا بعضا، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. هذه قسوة القلوب التي صارت للأسف عند أكل الحرام، أكل الشبهات، الذنوب والمعاصي، الابتعاد عن ذكر الله، الابتعاد عن سنة محمد وآل محمد، الابتعاد عما يرضي الله سبحانه وتعالى، كثرة الزنا، كثرة السرقة، كثرة الرشوة، كثرة التجاوز والظلم والاعتداء، كثرة قطع الأرحام، أخو ما يطب على أخوه، ابن عم ما يتكلم ويا ابن عمه، الولد ما يتكلم ويا أبوه، 5 سنوات 6 سنوات ما يدخل على أبيه ولا على أمه. كثرة قطع الأرحام، كثرة عق الوالدين، الكذب، النميمة، البهتان، السرقة، عدم الحجاب، السفور، الفساد. وين الفساد؟ حتى في الأماكن المقدسة، في الأماكن المقدسة أنت تمر تشوف صوت الأغاني قريب إلى المكان المقدس، قريب إلى هذا المقام الشريف، صوت الأغاني صاعد ويتبجح ويضرب ويرقص بالسيارة والصوت عالي. هاي قسوة قلب، كثرة الذنوب والمعاصي، الابتعاد عن ذكر الله، الابتعاد عن ذكر محمد وآل محمد، هذا ما يسببه. فلهذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له وذلك بعد طول الأمد، الفترة طويلة، وقسوة القلب والقلوب، وامتلاء الأرض جورا، إلى آخر قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فأخرج السمري هذا التوقيع للناس، قال هذا توقيع الإمام صلوات الله عليه بعد أتمت هذه الغيبة. فلا خامسة لنائب خاص أبد. في اليوم السادس أجوا مروا على علي بن محمد السمري وهو يجود بنفسه بعد آخر لحظات حياته، فسألوه قالوا له من وصيك؟ آخر مرة سألوه من باب التأكد، التفت قال لله أمر هو بالغه. هذا آخر قول قاله علي بن محمد السمري وطفى، توفي. أتمت الغيبة الصغرى، قلت لك مجموع الغيبة الصغرى 69 سنة ونيف، يعني 70 سنة، وبدأت الغيبة الكبرى. هذه بداية الغيبة الكبرى، أكو نائب لكن مو نائب خاص، نائب عام، شروط بها كثيرة. هاي النيابة العامة أيضا مثلا تشترط في ذلك هذا الاجتهاد، المجتهد الجامع للشرائط اللازمة، العلم والفقه والعدالة ومخالفة الهوى، شدة التمسك والالتزام بالموازين الشرعية. هذه نبذة من المولانا الشروط التي تتوفر عند النائب العام. النائب الخاص شروطه يعينها ومعينة ثابتة عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا خلال هذه الفترة أكو ناس ادعوا مولاي، ادعوا النيابة، ادعوا الوكالة، كثير أكو ناس ادعوا. أنا أضرب لك يعني إذا نقدر بس بالاسم نذكرهم، ما نذكرهم، نذكر يعني قصتهم. أبو محمد الحسن الشريعي أو الشريعي، هذا ممن ادعى النيابة الخاصة للإمام الحجة، لكن الإمام في كتابنا الإمام الحجة لعنه وتبرأ منه. محمد بن نصير النميري، هذا كان من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، ولما توفى الإمام استشهد الإمام العسكري عليه السلام، ادعى السفارة والنيابة زورا وافتراء، أو هذا أيضا لعنه الإمام الحجة في كتاب الله وتبرأ منه. أحمد بن هلال، هذا الرجل المعروف اللي الإمام أيضا تبرأ منه. علي بن محمد بن بلال أيضا تبرأ منه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا ادعى أنه نائب الإمام، أول ادعى أنه وكيل الإمام، أنه صار نائب الإمام، أنه خان بالأموال، ظل يأخذ الأموال، مولاي يسرق أموال الحقوق الشرعية. أيضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه تبرأ منه، إلى أن أجى الحلاج الحسين بن منصور الحلاج. هذا بعد شيطان، وأي شيطان هذا، هذا كان مشعوذ وكان يلعب على الناس والعياذ بالله. يضحك على الناس، على عقول الناس. كان عنده انحرافات كثيرة، يدعي أولا بالحلول، يدعي أن الله سبحانه وتعالى حل فيه هذا الحلول. النوب ادعى أنه رسول الإمام نائب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. عنده عدة قضايا، كان مولانا عنده شعوذة، عنده كذب، عنده بهتان، عنده افتراء، عنده سرقة. هذا الحلاج كان يطلع مولاي الكريم، يطلع في عنده جماعة مجموعة يطلعون إلى الصحراء، يخلي بعض المأكولات الحلوى وكذا يخليها في أكياس ويدفنها بالصحراء في أماكن، هنا مكان وهناك مكان وهناك مكان يخليها، ها. وإذا طلع يطلع الناس وياه، من يطلع الناس وياه يوصلون إلى المكان اللي مدفونة به هذا الطعام، فهذول جماعته الجلاوزة تركض وراه هذا، تاكل بسفرة هذا الحلاج وغيره، ها. هذول يقولوا له لقد جئنا أيها الشيخ يا فلان، احنا ترى جوعانين، ها. هو الحسين بن منصور الحلاج، زين احنا جوعانين. يقول لهم بلى اتركوني، فيتركوه يصلي ركعتين قدامنا، اصلي ركعتين ثم يدعوه، يقول له بلى تعال انت فلان، يقول له بلى، قال له احفر الارض راح تلقى طعام. يروح هذا يركض، هو هذا اللي وياه هذا ايده اليمنى، يروح يحفر يلقى هذا كيس من الطعام، يشيله ينطي للناس. هاي الناس عجيبه بعد، تدري العقول بالعيون، ها مولانا شو طعام من حدر قاعد يطلع من جو الارض يطلع، بعد راح طلع هذا الطعام الثاني الثالث، فالبعض مال اليه، ها، الى ان الامام، ها، الى ان هذا الرجل في زمن العباسيين مولاي المقتدر العباسي اخذه سجنه، ثم امر بضربه الصوت، يضربونه بالصوت 1000 صوت يضربونه، إذا ما مات يضربونه بعد 1000. على العموم إلى أن هلك إلى جهنم وبئس المصير. كذلك طلع محمد بن علي الشلمغاني، أنا هذه كثير أبو دلف الكاتب المعروف أيضا، وكذلك محمد بن أحمد المعروف بالبغدادي أيضا، هذا ممن ادعى نيابة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذول نبذة من الذين ادعوا السفارة للإمام والوكالة والنيابة الخاصة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما السؤال، عندنا مجال شبابنا لو ما عندنا مجال؟ ايش قد عندنا مجال؟ اما السؤال في غيبة الصغرى للامام صلوات الله وسلامه عليه، هل من الناس من تشرف برؤية الامام صلوات الله وسلامه عليه ام لا؟ اكو ناس تشرفوا برؤية الامام او لم يتشرف احد برؤية الامام في الغيبة الصغرى. هذه الغيبة الصغرى أولا على نوعين، خليها بعلمك. النوع الأول إذا قلنا على أن الغيبة الصغرى بدأت من حياة الإمام العسكري عليه السلام أو لا، من شهادة الإمام العسكري عليه السلام. في حياة الإمام العسكري عليه السلام أكو ناس نعم تشرفوا برؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه في حياة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. من الذين تشرفوا برؤية الإمام السيدة حكيمة كما ذكرنا، هي كانت حاضر أصلا، هي اللي نقلت هذه الروايات عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. السيدة حكيمة تشرفت برؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أكو جارية للإمام العسكري اسمها نسيم، أحسنتم، نسيم. نسيم هذه أيضا من بعد ولادة الإمام الحجة سلام الله عليه بليلة أو على رأي 10 ليالي، دخلت على الإمام صلوات الله وسلامه عليه ورأت الإمام الحجة روحي فداه. هذا في مولانا حياة الإمام العسكري سلام الله عليه. كذلك من الذين تشرفوا برؤية الإمام الشيخ الجليل أحمد بن إسحاق القمي الأشعري، هذه ذكرناه. هذا الرجل هذا دخل على الإمام صلوات الله وسلامه على الإمام العسكري وسأله عن الخلف والإمام بعده، فقال يا أحمد بن إسحاق إن الله تبارك لم يخل الأرض منذ خلق آدم ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة، من هو الإمام بعدك؟ فيقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، نهض مسرعا الإمام العسكري عليه السلام فدخل إلى البيت، يعني إلى داخل البيت، ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر، جميل جدا، من أبناء 3 سنين. هذا أحمد بن إسحاق يقول، فقال يا أحمد بن إسحاق لولا كرامتك على الله عز وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذا، إنه سمي رسول الله وكنيه الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. يا أحمد بن إسحاق مثله في هذه الأمة مثل الخضر ومثله مثل ذي القرنين والله ليغيبن غيبه لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته. يعني راح يغيب الإمام. وأراه الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له سيدي أكو علامة تطمئن قلبي إليها، علامة أنه الحجة من بعدك، من دون أن الإمام العسكري يجيبه، أجابه الإمام الحجة سلام الله عليه، فنطق الغلام بلسان عربي فصيح: أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق. بعد ما دام انت شفت المؤثر لا حاجة إلى الأثر، خلاص انت رأيتني وأنا نطقت تكلمت، هذه كرامة. فخرج، يقول أحمد بن إسحاق: فخرجت مسرورا فرحا. بعدين سأل الإمام قال له: ما هو المثل من الخضر؟ قال: طول الغيبة يا أحمد بن إسحاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رؤية المولى، وأن يرزقنا رضاية المولى، رضا المولى، أن يستر قلب الإمام بأعمالنا وأقوالنا وأفعالنا، وأن نمشي على نهج يرضي المولى الإمام الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطاهرين.